شجرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله علي ما نعول ومال حبيبي مالو قولولي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله علي ما نعول يا ولد حرام عليك خجلتي بلاد يلا مين هناك رافائيل هذا عالي اكيد مال حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان بغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في باله والله علي ما نعاول مال حبيبي مالو قولولي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا يطول لازم شي حد في باله والله علي ما نعاول يا ولف حرام عليك جرتيني بلا سبب والعشرة هنت عليك اوكي ثانك يو رافائيل مروان برافو هيدا هيدا برافو انكم كلكم حافظين وما لحبيبي مالو قولوا لي وش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو وما لحبيبي مالو قولوا لي وش جرالو البارح كان يبغيني كان ديما فيا سول وغيابه عليا طول لازم شي حد في باله والله علي بن عوي برافو كلكم حلوين مش عارفين بدنا مين بدنا ننقي لا اصل انت ما شفتيش اللي حصل الصبح هم عملوا فينا مقالب البنات ها ايه فاحنا حابين نرد عليهم بالغنى بقى شفتوا بقى والله كل وده اكبر وده اكبر وده اكبر خمسه وسته مننا حفظوها بالظبط من ساعه ده تعرفوا شو فيكم تعملوا لو بوقت قصير برافو شباب برافو طيب هلا هلا راح يفرجوكم الصبايا مين هن وراح بتشوفوا راح بتشوفوا صبايا الأكاديمية شو راح يعملوا فيكم يلا عليهم وعشر سنين وأنا راح غني معهم لأن أنا صبية معهم برأيي توقفي وحدك تغني لأنه ما حدا منهم حيعطينا لازم نطلع لا 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 مروان لا يلا 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 سكينة إذا ما غنيت منيح بدي ولعها بدي ولعها يا هون شو بدك تعمل؟ أوه. شو بدك تعمل؟ تولعها يا هون يا محمد احنا بنرد في ارض الملعب احنا انا بدي تولعيها هون هلا تعرف شو بدي ولعها هون ولعها محل ثاني هلا انا بهمني هون بعدين شو بدك تعملي برا يلا صبايا اوعى تجرسوني اوكي يلا سكينة بس هيك طبقة عالية كيف ما تعتلوا هون انا هقولها مستعار لا بنرجع بعدين اذا مش الحال من وقت طبعا ما تعتل يوم ليك ويوم عليك مش كل يوم معاك الله ولاد يا ريت ما المشكله انه كله شباب الاغاني سلام يوم ليك ويوم عليك مش كل يوم معاك يوم ليك ويوم اوكي في عندي هيدي العربه انت جالك يوم تنسى في النوم لو طول مظلوم هقول لك يوم ده جالك يوم سؤال بس خليني امشي يا نفسي يلا تغني مين اللي هيغني لا لا ليش كلكم
قمر بليز انتبهوا لي عليها، هيدي العربه كثير مهمه. كل نحن عم نحضرها وبعدين بس اللي بدها تقولها بعدين كثير دقيقه هيدي العربه. شو ما بال بدك تغنيها؟ كلنا بنحبها كلنا بنحبها. اوكي سمعتوا؟ انا حافظينها. سمعتوا عباس عم بيقول؟ قال لي اذا البنات ما عرفوا نحن حاضرين. خلص حاضرين ممكن يكون برايم. ايوه عم احنا موجود يعني. رواق نرجع يا معلم. رافائيل نرجع للجو. رافائيل شباب اوكي بنمزح بس نرجع للجو. بس طبقه عليه. اوكي جرب اقولها على قد ما هلا هلا رح نجرب بدها كثير عاليه بجربها بلا. يلا يلا انت لازم تغنيها كثير منيح. سهيله سهيله ورينا ما عملوا لنا حركه. انا اللي عملت فيهم من تبع صوتك. انا اللي عملت لكم المقلب وانا اللي رح. ما ابدا ما شفناش حاجه. انت بديت انت عيط شو متعيطه انت بديت يا ابني يا حبيبي تبع صوتك. شو هيدا كثير معصب على ايه؟ شو كثير معصب والله بيعصبوني يا مدام. اذا معصبينك وكل الوقت ضحكتك اسم الله طالع صوتك. نسيم تبع صوتكم هول الحركات اللي بتعملوها. شو هاي هاي لانه اكيد مصارخه شي مره. سوري انا اضطريت اكل شيء. يلا هي اوعى حدا عيدا فيكم هون. انتوا قاعدين هون انتوا برا انتوا وين ما كان ما حدا يصرخ. حدا يصرخ. يلا ورينا مين اللي انا ركز ركز يوم لي يوم لي يوم لي يوم لي يوم لي يا حبيبي ولو بس لحظة طبقة الأصلية يا ابن الأصلية يوم تا يوم الأوطة يوم لي مفتاح فيها يوم لي هيد يلا نقل بدك إياها يوم لي ويوم عليك أوكي بس للكل ولا مرة حدا يفوت على الناس بأول كلمة وأول جملة ما بيعرب. يوم ليك ويوم عليك يوم ليك ويوم عليك مش كل يوم معك يوم ليك ويوم عليك والليلة ده هواك يوم ده جالك يوم تنسى فيه النوم لو تقول مظلوم هقول لك يوم ده جالك يوم. ميرسي يا هاب. يلا ناسين اختار بدك اياك. عندي انك يوم ليك ويوم عليك
مش كل يوم معاك يوم ليك ويوم عليك والليل ضاع هواك يوم ليك ويوم عليك مش كل يوم معاك يوم ليك ويوم عليك والليل ضاع هواك يوم ده انت جالك يوم تنسى فيه النوم لو تقول مظلوم هقول لك يوم ده جالك يوم بابا نسيم اشتغلوها هيدا العربة يوم يوم مفهوم؟ إذا أنا مش مرتاح بالغنية فين أقول لك يعني نحكي بنحكي نسيم مثل أنا البرايم اللي فات ما كنت حابة نحكي نحكي بس نوصل هلا وتاخدوا أغانيكم بتحضروا بعدين بنحكي يا حو إيهاب كان عنده قصص مشكلة صغيرة حكينا فيها ومش الحال وغنى وكان كتير حد مظبوط؟ حديت حال يعني ما تعتلوا هم بنحكي بس انتوا عملوا شغلكم جود؟ جود يلا حتى اللي بتحطلنا إياها أو منغنيها هيك نفسي يلا بدي شو؟ أنا استبقت عليك الغنية؟ خير يوم اللي مش عالية لعنه طرررر ايه هو طلبه